واحد بيقول إذا كانت الملائكة أرواح كما ورد في عبرانيين 1:14، فلماذا قيل عن الملائكة أنها لها 6 أجنحة؟ دي لما بتظهر بهذا الشكل، لما بتظهر بهذا الشكل. وفي آراء صعبة في هذا الموضوع، في ناس يقولوا، بعض اللاهوتيين يعني يقولوا ان الوحيد اللي هو روح خالص هو ربنا، والملائكة ارواح من درجة اخرى يعني اقل. على كل ان اللي يقعد يفحص في الروحيات دي على طول مش هيوصل للنتيجة الا الى اراء شخصية ربما تختلط فيها علم الارواح حاليا.